هذا واشتكى عدد كبير من المسافرين في محطة مصر من نفاد تذاكر السفر للقطارات المتجهة إلى الصعيد وعدم قدرتهم على الحصول على أي تذاكر رغم انتظارهم لساعات طويلة أمام شبابيك الحجز، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى الأتوبيسات وسيارات الأجرة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في سعر تعريفة الأجرة. حجز، مفيش حجز عشان تحجزي عايزه تقوم الفجر ومش ممكن تلحقي وممكن لا. في عايزين نشوف حل يعني للموضوع ده. بس والقطارات تبقى زحمه، الناس على بعض، حاجز والناس على بعض برضه. عشان كده بنركب الاتوبيس، الاتوبيس ب 90 جنيه دلوقتي. دورة اصلا زحمه، ووقت ما تروحي بيقول لك ما فيش حجزات والناس فوق بعضيها، يعني ما بيبقاش في نفس خالص. وانا عشان خاطر اروح اقطع لي تذكر عشان خاطر اروح الصعيد يقول لي قدامك يجي 15 يوم 20 يوم حتى ايه اللي تروح بلدك. وفوق ده كله يعني كنا في الاول بنقطع التذكره ب 46 جنيه، دركتين التذكره خلوها ب 70 وب 80 وب 95، اجيب من فين يعني ده كله؟ في استغلال واضح خالص من سواقين الميكروباص، يعني الاجره مثلا ممكن تتضاعف 3 مرات.